الناشدين الوطنيين وتحية العلم. استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري، أدت لهما التحية الشرفية. الحرس الجمهوري. إذن مشاهدينا الأفاضل، كما تتابعون هذه الصور، صور استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أو بأنقرة. إذن هذه الصور تأتيكم على المباشر من دولة تركيا، صور استقبال رئيس رجب طيب أردوغان لرئيس جمهورية الجزائر السيد عبد المجيد تبون. إذن هذه الصور، صور مقابلته مع أعضاء وزراء وكذا أعضاء الجمهورية التركية وكذا المسؤولين الساميين بدولة تركيا. إذن مشاهدينا الأفاضل، ننقل لكم، نذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقوم بزيارة دولة إلى تركيا لمدة 3 أيام، وهي في يومها الثاني. ورئيس الجمهورية كان له لقاء مع أعضاء ممثلي الجالية الجزائرية بدولة تركيا، وهذا للوقوف على أحوالهم وكذا انشغالاتهم واهتماماتهم وهمومهم اليومية. إذن هذه الصور تأتيكم مباشرة من وإذا مشاهدينا الكرام، نشاهد هذه الصور التي تأتيكم مباشرة لتحية رئيس طيب رجب أردوغان للوفد الجزائري المصاحب لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. إذا هذه صور مصافحة رئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي للوفد المرافق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون دائما بالمجمع الرئاسي بأنقرة. إذا نذكر أن رئيس الجمهورية رافقه في هذه الرحلة الوفد الرئاسي ومجموعة من رجال الأعمال وكذا بعض أعضاء الحكومة والشخصيات